اسمحوا لي ارحب بضيفي الاستاذ علاء شلبي رئيس المنظمه العربيه لحقوق الانسان. اهلا بيك يا استاذ علاء. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومؤخرا اقر مجلس النواب مشروع قانون الجمعيات الاهليه طبعا بعد توجيهات السيد الرئيس في منتدى شباب العالم الماضي في 2018، وعايزين نعرف النسخه الجديده من القانون هل تلبي احتياجات ومطالب المجتمع المدني الاول بشكل عام، ولا ندخل طبعا في تفاصيل المواد بعد كده؟ يعني هو طبعا بكل تاكيد لحد كبير تلبي، لانه احنا كنا بنواجه مأزق مع القانون السابق في الحقيقه، اللي هو قانون 70 لسنه 17، اللي كان يقوم على فلسفه تتناقض بشكل تام مع فلسفه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميه بصفه خاصه. واحنا امام قانون الحالي، القانون الجديد اللي هيقر ان شاء الله قريبا بالتصديق الرئاسي عليه، امام قانون اكثر شمولا واكثر اتساعا. وبالمقارنه بما سبق من قوانين وتشريعات في العمل الاهلي، هو بالمناسبه يتحدى بافضل القوانين على الاطلاق. طبعا ممكن كل شيء يكون فيه افضل بالنسبه لنا يعني في كل الواقع، لكن دايماً في الحقيقه احنا وصلنا لنتيجه مثلى. وعاده في التشريعات يبقى دايما في مساله مش ممكن التواصل توافق تام او رضا تام على هذه التشريعات، لكن اللي يفسر السر بتاع الرضا العام بتاع القاعده الرئيسيه في المجتمع المدني عن هذا القانون هو انه بالاساس جاء تلبيه لاحتياجاتهم، انه يتوافق مع فلسفه المجتمع المدني كفضاء حر، انه بيشمل انماط عديده جدا من العمل الاهلي، مش بس الجمعيات الاهليه، جمعيات والمؤسسات والاتحادات وجمعيات النفع العام واشكال متعدده ومتنوعه، انه كمان بيلبي كثير جدا 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 اغلب طلبات كل المجتمع المدني، وانه جه في اطار حوار. طالما قناه صوت الحوار كانت مفتوحه، كان في نوع من المشاركه حوالين التعديلات المطلوبه، حوالين القانون المرغوب، ده عمل تطمينات واسعه جدا، وعمل حاله من حالات الرضا العام بشكل كبير جدا، اللي هي تناقض تماما مع حاله السخط ممكن اللي كانت موجوده اكثر على القانون السابق. طيب ايه ابرز المواد اللي توقفت امامها في القانون الجديد وممكن نقول ان هي كانت مطلب من الجمعيات الاهليه؟ هو في دايما خمس اشكاليات رئيسيه في قوانين الجمعيات الاهليه، وده بس على فكره مش في مصر، ده في غالبيه الدول العربيه كمان وفي كثير من دول العالم الثالث مع الاسف الشديد. اول اشكاليات تتعلق بحريه التاسيس وحريه النشاط. حريه التاسيس اشكاليه رئيسيه، لانه في كثير من التشريعات تضع عليها قيود، وكان في الحقيقه القانون السابق كان كمان بيناقض الدستور في الماده 75 منه اللي بتنص على التاسيس بالاختيار. القانون الحالي لبى هذا الاعتبار بدرجه كبيره جدا جدا، وضع عدد من الضوابط جايز، لكن في النهايه في كل الاحوال هو يعتبر لبى، توافق مع الدستور في هذا الجزء، وده مساله مهمه جدا بالغه الاهميه. الجزء الاخر متعلق بحريه النشاط، ان احنا متوقعين ان شاء الله في اطار الحوار اللي كان موجود على هذا القانون، ثم الحوار المرتقب والمنشود بشان اللائحه التنفيذيه اللي متوقعين ايضا يكون في شراكه في هذا الحوار، هيكون في ايضا استجابه كبيره جدا للقواعد المتعلقه بحريه النشاط، لكن النص القانوني الحالي بيضمن حريه النشاط بشكل جيد. الاشكاليه الثالثه كانت دايما تتعلق بفكره والله التمويل سواء كان محلي او اجنبي، وهذه كانت اشكاليه بشكل اساسي جدا، والاشكاليه دي بفضل الله يعني وضع لها قواعد واضحه جدا في هذه المره، واجراءات وضوابط عاديه ممكن ما بتتجاوز زي القوانين السابقه، سواء القانون السابق او القوانين اللي قبليه، فكره القيود في حد ذاتها. الاشكاليه الرابعه متعلقه بفكره العقوبات، كان دايما القوانين يبقى فيها عقوبات سلبيه للحريات، هذه المره فيها غرامات ماليه باهظه صحيح، لكن غرامات ماليه طبعا بكل تاكيد هي افضل من فكره العقوبات السلبيه للحريات، وفي النهايه في كل الاحوال من يخطئ عليها ان يحاسب، يعني ده مساله طبيعيه. الاشكاليه الخامسه متعلقه باشكاليه التقاضي، كان دايما القوانين السابقه تلقي عبء التقاضي على الجمعيه الاهليه، اذا اتخذت مثلا جهه الاداره قرار بتجميد الجمعيه او حلها او حل مجلس ادارتها او ما الى ذلك، او في اي خلاف ينشب، كانت الجمعيه هي اللي عليها عبء التقاضي بالاساس، هي اللي تتحرك قدام القضاء وتطعن على قرارات الجهه الاداريه. في الوقت الحالي لا، في عدد من الاجراءات المهمه جدا، عندما تبادر اليها الجهه الاداريه تبادر اليها، لكن قدامها فتره لازم هي تلجا للقضاء، هي تتحمل عبء التقاضي، لان عبء التقاضي عبء مش سهل في كل الاحوال، ممكن يبقى مكلف على الجمعيات. خلي بالنا ان احنا بنتكلم على يعني فلسفه المجتمع المدني، فلسفه بسيطه. انت عارف حضرتك اللي هي فكره ايه؟ 10 موجودين في شارع حبوا يعملوا تشغيل في الشارع او تطوير في المنطقه اللي هم فيها او ما الى ذلك، فابتدوا يعملوا مجهود قايم على التطوع. كويس؟ وبعدين بعد شويه لقوا نفسهم بحاجه لجمع بعض الموارد والاموال من اجل تقنين عملهم بشكل يتوافق مع القانون، فيبتدوا يفكروا فكره جمعيه زي كتير قوي من جمعيات تنميه المجتمع المحلي الموجوده. وبالتالي هم محتاجين حاجه تضمن ان هناك فضاء حر لكي يعني الناس تسهم وتسري وتتطوع وتقدم ما لديها من امكانيات وابداع. لما يكون والله القانون بيتيح هذا الكلام يبقى كويس. القانون الحالي الجديد اللي احنا متوقعين تصديق عليه خلال المهله الدستوريه الشهر، ونامل في ذلك قريبا، القانون ده مهم جدا لانه بيضيف حاجه جديده جدا متعلقه بالتطوع،
بيوفر لأول مرة في تاريخ مصر حماية للتطوع المتطوعين، طبعا بيحيل لائحة تنفيذية في مسائل الضمانات والمعايير وما إلى ذلك، لكن ده مهم جدا، التجربة رائدة في عدد من الدول المهمة جدا في العالم، إن يكون في قانون حتى مستقل للتطوع يشجع على التطوع ويشجع على الثراء اللي ممكن يقدمه المواطنين والإسهام بتاعهم في التنمية الاجتماعية.